من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في الحوار الذي دار بين الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام وبين إلياس النبي حيث ذكرنا في حلقات ماضية أن الله سبحانه وتعالى قد أطال عمر عمر إلياس كما أطال عمر عيسى والخضر والمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فإلياس وهو نبي من أنبياء الله كما قال سبحانه وتعالى في سورة الصافات (وإن إلياس لمن المرسلين) أطال الله عمره وهو حي لحد الآن فالتقى بالإمام الباقر عليه الصلاة والسلام في المسجد الحرام ودار بينهما حوار. المقطع الذي نريد ان نتكلم حوله في هذه الحلقه حول علم الائمه عليهم الصلاه والسلام في هذا المقطع يقول الياس للامام الباقر عليه السلام قال انا الياس ما سألتك عن أمرك وبي منه جهالة، غير أني أحببت أن يكون هذا الحديث قوة لأصحابك، وسأخبرك بآية أنت تعرفها، إن خاصموا بها فلجوا، أي انتصروا، فازوا. قال فقال له ابي ان شئت اخبرتك بها. قال قد شئت يعني اخبرني. قال ان شيعتنا ان قالوا لاهل الخلاف لنا ان الله عز وجل يقول لرسوله انا انزلناه في ليله القدر الى اخر السوره. فهل كان رسول الله صلى الله عليه واله يعلم من العلم شيئا لا يعلمه في تلك الليله او يأتيه به جبرائيل في غيرها فانهم سيقولون لا الى اخر الحديث الشريف نحن نلخص هذا المقطع بمقدمات وهذه المقدمات تسوقنا الى علم المعصومين عليهم الصلاه والسلام من أئمة أهل البيت. المقدمة الأولى أن رسول الله صلى الله عليه واله كان عالمًا، وكل علمه إنما هو من الله سبحانه وتعالى. الرسول لم يتعلم عند أحد، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي علمه ما شاء. كما قال في سوره النجم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى يعني جميع نطقه وحي من الله بمعنى ان الله سبحانه وتعالى اوحى الى الرسول فالرسول تعلم من الله وينطق بالعلم الذي تعلمه من الله سبحانه وتعالى متى كان هذا العلم، هذا التعلم، هذا الوحي، الوحي يكون في ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، الملائكة كانوا يتنزلون في تلك الليلة بكل تقدير، بكل أمر، في زمان رسول الله صلى الله عليه واله كانوا يتنزلون على رسول الله محمد صلى الله عليه واله فيخبرونه بالتقديرات كلها التي تتعلق بتلك السنه. زين، في غير ليله القدر كان ياتيه جبرائيل رسولا من قبل الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى كان يوحي لرسول الله الوحي بواسطه الامين جبرائيل. وهذا امر لا يختلف فيه المسلمون. الله سبحانه وتعالى هو منشأ علم الرسول. لا الناس، الرسول لم يتعلم عند احد. هذه المقدمة الأولى. زين هذا العلم الذي تعلمه الرسول من الله سبحانه وتعالى المقدار الذي يحتاج إليه الناس هل بينه الرسول أم كتمه؟ لأن العلوم التي تلقاها الرسول صلى الله عليه واله تارة علوم لا يحتاج إليها الناس وانما يحتاج اليها الرسول اليها الرسول صلى الله عليه واله والله سبحانه وتعالى اوحى اليه تلك العلوم لان هذه العلوم خاصه برسول الله لا يظهرها للناس لكن العلوم التي يحتاجها الناس في معاشهم في معادهم التي اوحاها الله سبحانه وتعالى الى رسوله هل الرسول كتمها كلا وحاشا لرسول الله صلى الله عليه واله ان يكتم شيئا يحتاج اليه الناس مما اوحاه الله سبحانه وتعالى اليه، لان كتم العلم في غير التقيه من اكبر المحرمات، وقد ذكرنا فيما مضى ان رسول الله صلى الله عليه واله لم يكن في تقيه، نعم بمقتضى تدريجيه الاحكام الله سبحانه وتعالى كان يامره بان يظهر علمه في وقته، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فإذا الرسول صلى الله عليه واله كل ما يحتاج إليه الناس مما علمه الله سبحانه وتعالى هو بينها للناس، وأظهر ذلك العلم. هل العلم الذي بينه الرسول صلى الله عليه واله فيه تناقض؟ الجواب كلا، لأن منشأ التناقض الجهل منشأ التناقض الخطأ والرسول صلى الله عليه واله قد علمه الله سبحانه وتعالى فلا جهل فيه كما ان الله سبحانه وتعالى عصم الرسول، الرسول معصوم فلا يخطئ العلوم التي تعلمها مما يحتاج اليها الناس، الرسول لا يخطئ فيها، وهذه المساله محل اجماع واتفاق جميع المسلمين، نحن نعتقد بان رسول الله صلى الله عليه واله معصوم في كل شيء، الان بعض الفرق الاسلاميه بسبب ابتعادهم عن تعاليم الله وتعاليم اهل البيت عليهم الصلاه والسلام هؤلاء يعتقدون بان عصمه الرسول منحصره في تبليغه للاحكام بالنتيجه العلوم التي اظهرها الرسول مما يحتاج اليه الناس من العلوم الشرعيه الجميع متفق على ان الرسول صلى الله عليه واله معصوم فيها، فإذا كان معصوما فيها لا يتناقض في كلامه، التناقض كما ذكرنا منشأه الجهل او الخطأ، نحن الآن نرى رأيا بمرور الزمان نطالع نبحث نناقش نصل الى نتيجة بأن ما كنا نعتقد به من الرأي خطأ، نغير رأينا. زين حينما نغير رأينا يعني شنو؟ يعني اكتشفنا جهلنا. وهذا ليس عيبا لأن الإنسان يولد من بطن أمه وهو لا يعلم شيئا كما قال الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لكن الله سبحانه وتعالى جعل لنا ادوات المعرفه كما قال في تتمه الايه: وجعل لكم السمع والابصار والافئده ترى وتسمع وتحلل وتفكر فبالتدريج علم الانسان يزداد. يعني يرى رايا ثم يتغير رايه. يرى رأيا لأنه كان يجهل كثير من كثيرا من الأمور ثم علمها فتبين له جهله، وأحيانا يخطئ الإنسان يخطئ، لكن رسول الله صلى الله عليه واله في العلوم التي يحتاج إليها الناس العلوم الشرعية بل في جميع الأمور معصوم لا جهل فيه لأن الله سبحانه وتعالى علمه إن هو إلا وحي يوحى، الوحي ليس فيه خطأ، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، الوحي لا خطأ فيه، وكل كلام الرسول هو بوحي من الله سبحانه وتعالى كما تلون الآية الشريفة، وأيضا الرسول لا يخطئ لانه معصوم، فاذا لا تناقض في علمه. هذه المقدمه الثالثه. اما المقدمه الرابعه اذا انسان صار تناقض في علمه معنى ذلك انه قد خالف حكم الرسول لان حكم الرسول لا تناقض فيه. فإذا الإنسان تناقض معنى ذلك أنه خالف حكم الرسول يعني الآن نشوف نحن مثلا في العلوم الشرعية تشوف واحد من العلماء في علم التفسير أو علم الحديث أو علم الفقه هو ليس بمعصوم يرى رأيا ثم بعد ذلك يتبدل رأيه زين احنا نسأله هل بينما كنت تراه سابقا وما تراه الان في تناقض، الجواب نعم، يعني اختلاف نعم. زين هل كلا الرأيين يتطابقان مع كلام الرسول صلى الله عليه واله؟ كلا. لأنه إذا كلا الرأيين يتطابقان مع كلام الرسول، معنى ذلك أن كلام الرسول كان متناقضا، وقد أثبتنا أن الرسول معصوم لا ينطق عن الهوى ولا تناقض في كلامه. فإذا اذا واحد تناقض حكمه وكلامه فمعنى ذلك انه قد خالف حكم رسول الله صلى الله عليه واله واما المقدمه الخامسه القران الكريم يدل على ان هناك راسخين في العلم في سوره ال عمران الله سبحانه وتعالى يقول: "وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم". الراسخ في العلم، الرسوخ بمعنى الثبوت. إذا الإنسان تناقض علمه فليس هو من الراسخين، لأنه لا ثبوت له. إذا الآن كبار العلماء سواء في علم الفقه، أو في علم التفسير، أو في علم الحديث، أو في العلوم الشرعية الأخرى. هل هؤلاء من الراسخين في العلم؟ الجواب كلا، ليسوا من الراسخين في العلم. لماذا؟ لأنه آراؤهم تتبدل، فلا ثبوت لتلك الآراء. أنت حتى لو شفت أعلم العلماء. أعلم العلماء هو خبير بالمسائل الدينية، كسائر الخبراء. هذا خبير بمسائل الشرع. عدنا خبراء بمسائل الطب، عدنا خبراء بمسائل الهندسه، عدنا خبراء بمسائل الفيزياء، عدنا خبراء في مسائل الفلك. وهكذا وهالمجره. انت اعلم العلماء في اي علم. بتشوف انه في طول حياته تتبدل آراؤه، لماذا؟ لأنه كان يجهل أمورا فازداد علما. فتغير رأيه. كان قد اخطأ، اكتشف خطأه، تغير رأيه. فهذا ليس رسوخا، ليس ثبوتا. ليش؟ لأنه رأيه يتبدل باستمرار. علماء الشريعة كذلك ليسوا بمعصومين. نعم هم أهل خبرة وهم أتقياء. لكن كونه أهل خبرة وكونه تقيا ليس معناها أنه معصوم قد يخطئ فلا رسوخ للعلم فيه زين هذه الآية تقول والراسخون في العلم أكو ناس لهم رسوخ في العلم ثبوت يعني لا يتبدل لا يتغير لأنه ثابت صح من الأول صح من هم هؤلاء الراسخون رسول الله محمد صلى الله عليه واله هو على راس الراسخين. لا يعقل ان الله سبحانه وتعالى نزل القران على رسوله محمد صلى الله عليه واله ووعده بالبيان ثم ان علينا بيانه فلا يعلمه تاويل الايات القرانيه. الله سبحانه وتعالى العلم له لكن الله سبحانه وتعالى يعلم كما قال: ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. تأويل القران علم من الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى شاء ان يعلم الراسخين ورأس هؤلاء الراسخين رسول الله محمد صلى الله عليه واله. زين. فالرسول صلى الله عليه واله ما يحتاج اليه الناس من التاويل وغير التاويل قد بينه لهم زين الرسول صلى الله عليه واله الله سبحانه وتعالى قدر له فتره محدده في هذه الدنيا انك ميت وانهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم هل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله الله سبحانه وتعالى قدر لهذه الأمة من يعلمها أو ترك الأمة هكذا علوم الرسول صلى الله عليه واله، الرسول بينها لكن كثير من هذه العلوم ضاعت. الوضاعه والكذابه او الجماعه الكذابه هؤلاء وضعوا اكاذيب ونسبوها الى رسول الله صلى الله عليه واله فاختلط الحابل بالنابل. ايضا منع تدوين الحديث إلى سنة مئة من الهجرة يعني من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى سنة مئة من الهجرة في زمان عمر بن عبد العزيز تسعين سنة الحديث ممنوع تدوينه زين في هذه الفترة ضاع الكثير من هذا العلم حرف الكثير منه بالوضع فهل الله سبحانه وتعالى قدر للامه بعد رسول الله صلى الله عليه واله من يبين لهم الواقع يبين لهم الاحكام الصحيحه يبين لهم التحريفات ومواطن الوضع والتزوير والتحريف من الاباطيل التي وضعوها ثم نسبوها الى رسول الله صلى الله عليه واله كما ان هناك امور تستجد موضوعات لم تكن في زمان رسول الله صلى الله عليه واله وحدثت بعده الجواب ان الله سبحانه وتعالى كما لطف بهذه الامه بان بعث فيهم رسوله محمدا صلى الله عليه واله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كما لطف بهذه الأمة بأن بعث فيهم رسوله محمدا صلى الله عليه واله كذلك لطف بالأجيال اللاحقة بأن عين اوصياء ائمه لرسوله محمد صلى الله عليه واله فهؤلاء تلقوا علمهم من الرسول وهم معصومون كما كان رسول الله معصوما اذا تشوف عندما الرسول صلى الله عليه واله في الحديث المتواتر بماذا يوصي الامه؟ يقول: اني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي التمسك بهما زين إذا العترة من أهل البيت غير معصومين معنى ذلك أنه قد يخطئون زين إذا أخطأوا افترقوا عن القرآن زين أنت تتمسك بالقرآن لو تتمسك بالعترة مع أن الرسول يقول وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض هذا الحديث المتواتر والرسول كرره مرات متعددة وبألفاظ مختلفة أذكركم الله في أهل بيتي هؤلاء الثقلين أهل البيت لا يفترقون عن القرآن زين إذا أخطأوا معناه افترقوا عن القرآن لأن الإنسان إذا أخطأ فالقرآن لا خطأ فيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الإنسان الذي يخطئ في خطئه افترق عن القرآن الرسول يقول لن يفترق فإذا نحن لو تمسكنا بالخطأ هذا يكون ضلال لكن الرسول يقول ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا فهذا يدل على ان هناك ائمه اوصياء للرسول. هؤلاء الائمه معصومون لا يفترقون عن القران. فلطف الله بهذه الامه استمر الى يوم القيامه. الان هنا قد واحد يتبادر في ذهنه سؤال. والسؤال هو ان الله سبحانه وتعالى عين الأئمة أوصياء لرسوله محمد صلى الله عليه واله، لكن لم يرتفع الإشكال. الخلاف بين المسلمين موجود إلى يومنا هذا. فلم يرتفع الإشكال. الجواب على ذلك أن الله سبحانه وتعالى صنع ما يرتبط برحمته وبلطفه، اذا الناس رفضوا ذلك ذلك اللطف وتلك الرحمه، الحجه تامه عليهم. فالمشكله ليست من الله سبحانه وتعالى، المشكله منهم. كما ان الله سبحانه وتعالى ارسل الرسل لرفع الخلاف بين الناس، لكن الخلاف بقى، لماذا؟ لأن الناس أكثرهم رفضوا الرسل، المشكلة فيهم. لا المشكلة في لطف الله ورحمة الله سبحانه وتعالى. مثلا انظروا إلى هذه الآية في سورة البقرة. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يعني الله سبحانه وتعالى انزل مع الانبياء الكتاب يعني جنس الكتاب الكتب السماويه ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه هذا من لطف الله ورحمته للناس ليرفع الخلاف بينهم لكن وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم جاءت البينات الدلائل جاءت الكتاب نزل لكن البعض او الاكثر بغوا فبقي الاختلاف او ازداد الاختلاف لبغي هؤلاء بس الحجه لله عليهم قل فلله الحجه البالغه في ايه اخرى الله سبحانه وتعالى يقول: لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل الآن المشركون من أهل مكة في يوم القيامة لا حجة لهم على الله سبحانه وتعالى ببعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله لم يرتفع الخلاف بل المشركون من أهل مكة هؤلاء رفضوا رسالة محمد صلى الله عليه وآله وكذبوه وحاربوه وقتل بعضهم كأبي جهل مثلا ببعثة الرسول عملا الخلاف لم يرتفع، الاختلاف لم يرتفع ولكن الحجة تمت كما بالنسبة للأنبياء هذا الأمر صادق كذلك بالنسبة للأوصياء الله سبحانه وتعالى عين أمير المؤمنين عليا ليكون خليفة لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله زين الناس الكثير منهم رفض ذلك انقلبوا على الأعقاب وحتى في الزمان الذي استلم امير المؤمنين السلطة حاربوه في الجمل وصفين والنهروان وخالفوه في كثير من القضايا لكن الحجة عليهم الله سبحانه وتعالى لطف لطفه، ورأف بهم فالحجة تمت عليهم، لو كانوا يسمعون كلام الله في الأنبياء ما كان ما كانت هناك مشكلة، موسى عليه السلام حينما ذهب إلى الطور عين هارون وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين لكن بمجرد أن موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام راح إلى الطور بقاء في الطور ثلاثين يوم تمدد إلى أربعين يوم عشرة أيام فقط فثار أكثر بني إسرائيل فثار أكثر بني إسرائيل وأرادوا قتل هارون ولقد قال لهم هارون من قبل هارون نصحهم لكن ما فاد معهم ما كان عنده قدره ان يمنعهم عن عباده العجل هذا الشرك الصريح بالله سبحانه وتعالى زين يعني هنا المشكله من موسى لا المشكله من هارون لا هل الله سبحانه وتعالى لم يلطف بهؤلاء الله لطف بهم ارسل موسى وارسل هارون وعين وبين لهم الاحكام لكنهم هم رفضوا انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل الحجه عليكم لله الحجه تامه زين المسلمون اكثرهم رفضوا الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام بعد هنا المشكله في هؤلاء المسلمين الذين رفضوا حكم رسول الله صلى الله عليه واله فاذا المشكله نشات من الظالمين الذين ظلموا انفسهم وظلموا غيرهم زين اذا واحد يسال سؤال ثاني احنا نجي للعلماء من اتباع اهل البيت عليهم الصلاه والسلام نشوف ايضا في الاحكام الشرعيه قد يكون هناك فيهم اختلاف فمع ان الله سبحانه وتعالى عين الائمه، وهؤلاء اتباع للائمه، مع ذلك في بعض المسائل الفقهيه يختلفون. الجواب ان سبب ذلك ظلم الناس، حيث ظلموا الائمه، فالله سبحانه وتعالى قدر غيبه الامام. لو الامام حاضر زين هؤلاء العلماء وغيرهم يذهبون للامام ويسالونه المسائل فيرتفع الخلاف. الان ليش موجود اختلاف في بعض المسائل الفقهيه؟ بسبب انه لا نتمكن من الوصول الى الامام، الامام في غيبه. لماذا الامام في غيبه؟ عقوبة لاهل الارض وامتحانا لهم بسبب سوء اعمالهم. جن المؤمن شنو ذنبه؟ الآية تقول: "واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة". المذ... المؤمن ما له ذنب، لكن حينما الله سبحانه وتعالى يغضب على الأكثر وينزل البلاء، البلاء يعم الجميع، وهذا شرحناه سابقا في باب التوحيد. جماعة قاعدين في سفينة، واحد من طرف يخرق السفينة ولا يتمكنون من منعه، زين اذا هاي السفينة غرقت حتى البريء هم يغرق. هذه من سنن الله سبحانه وتعالى: "واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة". فإذا احنا إذا شفنا هذه الأمور أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى رسوله والرسول لم يكتم العلم. لكن بعد الرسول بسبب الظالمين اختلط الحابل بالنابل، هل الله سبحانه وتعالى لطفه كان خاص بالذين عاصروا الرسول؟ او لطفه عام لجميع الناس؟ اللطف عام لجميع الناس، فلذلك كما ان الله عين رسولا كذلك عين من بعد الرسول ائمه معصومين لا يختلف علمهم. إذا الناس رفضوهم فالمشكلة في الناس الحجة تامة عليهم كما أن الناس حينما رفضوا الأنبياء الحجة تمت عليهم وهنا أسئلة أخرى يذكرها الإمام ويجيب عنها سنتطرق إليها في حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين